اختبار الميجر قبل حقن الهاي فولتج مع كل فيزه فاستين التانيين مع الجراوند، والفيزه تختبر مع الارض يعني شيء زي ما احنا شايفين البلو كده في الجراوند والريد في الفيزا بلو. ادي الريد وادي البلو كام مديه 4.14 يعني مديه برضو زي اختبارها مع شيل، بس اختبارها بيبقى مع الجراوند الفيزا مع الجراوند. ده الجدول اللي هو الهاي فولتج كل فتره بتاخد الميلي امبير ليكج كارنت وتسجلها. هو دلوقتي احنا بنحن دي ساعه كده 54 دقيقه، عملنا في اول قراءه اللي هي بعد واحد دقيقه واحده 32 ملي امبير. من هنا بتاخد من هنا التدريج اللي تحت يعني ما بين 25 و 50 حوالي يعني داخله على 40 ايات 40 ملي امبير. هنا احنا ظابطين على 0.1 هرتز وظابطين على 80% من التدريج. هنا الماكسيمم عندي 65 كيلو فولت مقسمها بنسبه مئويه، احنا ظابطين على 80 وشويه. المهم المفروض ان هي 57 كيلو فولت. بقيه الاطراف ديت تستخدم في اختبارات ثانيه مش موصلين فيها حاجه. احنا حقنين حقنه واحده بس على الثلاث كابلات لمده ساعه. ده اختبار ميجر بعد الهاي فولتج عشان يبقى عندي فيديو. اختبار ميجر بعد برضه بجايب 1.8 تيرا بتغير على ثلاث فازات ممتاز. 1 تيرا كويس جدا وبالجيجا كويس جدا برضه كده. ده الاختبار خلص. الفيديو ده اتسجل هاي فولتج بعد ميجر بعد الهاي فولتج. الهاي فولتج جايب ريزلت كام؟ حوالي 40 ملي امبير 37 ل 40 37